يلا يا حبيبتي كل بالهنا والشفا. ماليش نفس. لا لا مالكيش نفس، ده ايه؟ انتي لازم تاكلي وتتغذي كويس، ولازم تفهمي حاجه، ان اللي في بطنك ده يهمني زي ما يهمك بالظبط. يهمك كيف يعني؟ كل الاول وانا اقول لك كيف يعني. يا بنت ما تاكلي فيه ايه؟ وانا هسمك بصراحه خايفه منك. لا يا اختي ما تخافيش، ما هو انت لو عرفتي اللي في دماغي وعرفتي انا بفكر في ايه هتعرفي ان انا عمري ما اذيكي ابدا. هو انت قلتي انت حامل في الشهر الكام؟ الرابع. حلو، وماله؟ في عيال برضو بيبقوا ولاد سبعه عادي. انا ما فهماش. انا مش هخليكي محتاجه حاجه خالص، كل اللي هتطلبيه هتلاقيه، ومحدش هيعرف انت فين. وابنك ده انا هشيله في عينيا الاتنين. ولازم تفهمي حاجه، ان ابنك ده هيبقى قدم السعاده عليا وعليكي. بس انا عايزه اطلب منك حاجه اليومين دول. ايه؟ اي حد يقابلك ويسالك الفتره اللي جايه دي قول الواد نزل. الله، استني هنا، انت رايحه فين يا بنت؟ استني بقول لك. بعد عن الباب، الا ورحمه ابويا موتك، انت فاهمه؟ يا بنت افهمي اللي هقولك عليه. افهميه؟ انا اللي هبله وصدقت شويه الحركات اللي حصلت دي. كان لازم افهم ان لا كريمه ولا اللي يتجسف في عمره محروس هيخافوا عليا على حساب عبد الحكيم واولاده. جايبيني هنا عشان تسجتيني؟ اصعدك ده ايه هبله؟ افهمي بس اللي هقولك. افهمي وزفتيه، بعد عن الباب ولا هموتك. يا بنت افهمي اللي هقولك عليه ده عشان احافظ عليكي وعلى اللي في بطنك. اللي انا اعرفه يا اختي ان كريمه جايباكي هنا عشان تبقي انت الورقه الرابحه اللي بتلعب بيها وقت ما تكون هي عايزه، وان الواد اللي معاها ماشي على هواها عشان من وراها مصلحه ليه. وانت يا عيني غلبانه، لا انت عارفه مين اللي يضرك ولا مين اللي ينفعك. وانت اللي هتقولي لي ايه اللي يضرني واللي ينفعني؟ انا اللي هقولك، عشان انا وانتي يا حبيبتي هنبقى ايد واحده، واحنا معانا الواد، والواد هيقش الكوتشينه كلها. الواد ده لو حد عرف مكانه ولا مكاني هيموتنا احنا التنين، وجبريه مش هتستنى ثانيه واحده. ده لو كان ابن حسن. وعز جلاله الله ولده. يا بنت مصدقاكي، والله مصدقاكي، بس انا اقصد حاجه تانيه خالص. لا انا كده عقلي هيشت مني. ما تقولي لي انت ناويه على ايه؟ ماشي، فتحي لي مخك انت بس وانا هعرفك انا ناويه على ايه.